بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله. السيدات والسادة الوزراء المحترمين، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي أن أترأس اليوم الاجتماع التالي للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة إكرام في أفق المناصفة 2012-2016 الذي سيخصص لتتبع تنفيذ الخطة المذكورة منذ اجتماعنا الأخير في يناير 2015 من أجل تقييم المنجزات والوقوف عند التحديات والفرص المتاحة لمزيد من الالتقائية في الأداء الحكومي للنهوض بأوضاع المرأة المغربية والرقي بها. ولا يخفى عليكم الاهتمام الخاص الذي يولي جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لمسألة النهوض بأوضاع وحقوق المرأة وإرساء مبدأ المساواة والإنصاف الجعلية واقعا عمليا ومعاشا، كما أن ترسيخ مبادئ المساواة والإنصاف من ضمن انشغالات الحكومة وفي قلب الإصلاحات التي تباشرها من أجل النهوض بأوضاع المرأة عموما وفئات النساء التي تعيش أوضاعا صعبة على وجه الخصوص. في هذا الاتجاه فإن هذه الخطة هي آلية أساسية لتنزيل المقتضيات الدستورية والتزامات البرنامج الحكومي في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية وضمان وجودها لحقوقها ولمجموع الخدمات الأساسية التي تضمن الكرامة الإنسانية، حيث أصبحت الوثيقة المرجعية لتدخل مختلف الشركاء في هذا المجال. حضرات السيدات والسادة، لقد تمكنت الحكومة بعد 4 سنوات من بدء تنفيذ خطة إكرام المساواة من إنجاز إجراءات نوعية ومهيكلة لفائدة المرأة المغربية على مستويات مختلفة، ومنها القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وقانون العنف ضد النساء اللذان يشكلان مكسبين مهمين نراهن عليهما من أجل إرساء الحماية القانونية والمؤسسة لحقوق الإنسان، إضافة إلى قانون العمال المنزليين ناهيك عن تفعيل صندوق التكافل العائلي وبرنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية من الشر حاضنات لأطفالهن اليتامى. كما تم إحداث مؤسسات متخصصة للرصد والتتبع ومجموعة من الآليات التي تروم مواكبة النساء خاصة ضحايا التمييز والعنف، ومنها المرصد الوطني للعنف ضد النساء والمرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام ومرصد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية ومركز التمييز في ميزانية النوع الاجتماعي، ناهيك عن آلية التكفل بالنساء ضحايا العنف والفضاءات المتعددة ومتعددة الوظائف للنساء. وأود بهذه المناسبة الإشادة بالمجهودات المبذولة من قبل مختلف القطاعات المعنية من أجل رفع التحديات المرتبطة بالإدماج العرضاني للمساواة وإنجاح مختلف أوراش هذه الخطة الحكومية بما يمكن من تدعيم مسار المغرب المتميز في مجال إرساء حقوق الإنسان عموما وحقوق النساء بشكل خاص، كما أشيد بالعمل التنسيقي الذي تبذله وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية من أجل تعبئة القطاعات الحكومية المعنية في إطار الالتقائية والتشاركية التي تستلزمهما فعالية هذه السياسة العمومية. حضرات السيدات والسادة، بالرغم من تنصيص الدستور المغربي على إرساء دعائم المساواة والمناصفة ومناهضة كل أشكال التمييز، وبالرغم من الإنجازات المحققة في هذا المجال، فإنه تم تحديات تحول دون المشاركة الكاملة والفاعلة للمرأة في عملية التنمية، فالكثير من النساء والفتيات ما يزلن يعانين من لا مساواة في الولوج لمختلف الخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتعليم وشغل وتغطية صحية وفي الملكية الاقتصادية والمشاركة السياسية والولوج للمناصب العمومية. لهذا فإنه يتعين مواصلة الجهود وفق نفس الرؤية التشاركية المعززة لالتقاية مختلف السياسات والفاعلين المحليين والوطنيين لتجنب الإكراهات، سيما المرتبطة بضعف القدرات البشرية المؤهلة ونقص البيانات والإحصاءات المرتبطة بالنوع. تحديات المرحلة الراهنة التي تتميز بأوراش كالجهوية المتقدمة وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية تلزمنا جميعا بتبني ثقافة البرمجة والتخطيط حسب النتائج واعتماد منطق القرب من أجل تقييم مناسب لمستوى ولوج المواطنات والمواطنين الحقوق والخدمات الأساسية. كما أدعو القطاعات الحكومية إلى التركيز على التدابير والإجراءات العملية والملموسة التي سيكون لتنفيذها أثر مباشر على تحسين ظروف النساء وحمايتهن والنهوض بأوضاعهن، خاصة تلك التي تعانين الهشاشة والفقر. في الختام، أسأل الله أن يمكن لأشغال أجدتنا هذه بالنجاح والتوفيق. الله المستعان. كلمة للسيدة وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.